نجحت الفنانة نهوى بإثبات وجودها على الساحة الفنية من خلال عدة أغاني أطلقتها وتميزت فيها، وأدت كمان عدة لهجات مختلفة ومن اللون البدوي اللي انطلقت منه. نهوى اليوم عم تحتفل بإصدار ألبومها الجديد اللي بيتضمن عدة أغاني مميزة ولهجات مختلفة. أهلا وسهلا فيك نهوى عبر موقع الفن. هلا فيك. شو بتحب تخبرينا عن ألبوم؟ كيف عم بتلاقي أصدائه؟ الحمد لله لحد هلا الناس اللي عم تسمع عم بتحب، الناس اللي عم تشوف الكليبات كمان عم تحب، عم تشوف نهوى لايف مثل ما شفتها بالفيديو كليب، فلحد هلا ماشي الحال الحمد لله. حسب ما عرفنا انه الالبوم فيه اغاني بلهجات مختلفه عن بعضها، اي غنيه لقيتيها مميزه؟ هل لقيتي الغنيه البدويه هي اكثر تميزا من الاغاني السابقه او لا؟ انا بهذا الالبوم حبيت اغنيه بدويه اللي هي عذرا، واغنيه خليجيه رفعت صيتك، والناس هي بتقرر شو حبت اكثر من هذا الالبوم، انا ما في اعطيك رايي. سمعنا بالماضي انه كان في ديو، عم ينحكى ديو بينك وبين الفنان ايمن زبيب، وين صار هذا الديو؟ يلا بعده موجود بس تاخرنا فيه، ان شاء الله يلا بينزل بوقت قريب. بالنسبه لسوبر ستار، مثل ما بنعرف انت شاركتي بسوبر ستار 2007، هل كان قد طموحك؟ هل القى عليك الضوء باللي بيرضي طموحك، بيرضي هدفك او لا؟ كانت يعني هذه بوش لإلي انه يعني رسخ الفكره براسي انه فنيا امشي وبلش وتابع، فهي كانت يعني بداياتي، وكانت انا بالنسبه لي حلوه اكيد. وتخلل هذا الحفل اللي نظمته شركه روتانا باوتيل رويال دبي مؤتمر صحفي لنهوى، ومن بعدها تمت الدعوه للعشاء. اكيد بدي اقول لها مبروك على الالبوم ومبروك على هيك التعاون انا وياها، صورنا كليبين سوا، وكثير مبسوطه لانه الالبوم متنوع وكثير حلو وراح يحبوه كثير لانه صوتها حلو وحضورها حلو وجمالها حلو ونفسيتها حلوه وانا كثير بحبها. حكيت عن الموضوع قبل، يعني بالنهايه بكل كليب راح يكون في تمثيل، اذا عم تشتغل معي كتير عفوية وكتير قريبة للقلب وكتير هيك صادقة قدام الكاميرا، وبتستحي شوي بمحلات ممكن جن بمحلات، يعني إذا بيعرفوها مزبوط لنهوى ممكن تطلع منها كتير إشياء. وأنا قلت لها مش هلأ تمثل إذا بدها تخوض التمثيل إذا ما لقيت الدور الصح، يعني النص الحلو والصح المعمول لإلها. بدي لكم أكيد مرسي كتير لكم ودايما هيك تابعوا لأعمالي وأنا كتير بحبكم. Thank you. مبروك للبنان انه نرجع نعمل مؤتمرات صحفيه، وان شاء الله بالمستقبل نعمل حفلات ومهرجانات مثل ما كنا بالسنين الذهبيه اللي مرقت على بيروت. اليوم احتفال بالبوم نهوى اللي صدر من فتره، يعني له حوالي 4 شهور، لكن الظروف ما كانت عم تساعدنا ان نقدر نرتب اللقاء، والحمد لله هلا صار. بنقول لها الف مبروك على البومك. روتانا دائما هي السباقه بدعم اي صوت جديد، اي فنان جديد، اي موهبه جديده، اي حدا شباب، نحن دائما مع هالسياسه هذه دعم الشباب، بالاضافه الى الثبات بالاسامي الكبيره الفنانين الكبار يلي هن مع شركه روتانا، ونحن متابعين لهم الحمد لله اعمالهم وبنشتغل نحن وياهم، يعني الحمد لله احلى النجاحات واحلى اعمال عم بتكون نحن وياهم. بطبيعه الحال بدنا نقول مبروك لروتانا، مبروك لنهوى، البوم حلو ومنوع وفي يعني منوع بشكل يمكن بيطال كل الاعمار كل الجينيريشن، لانه ضروري اليوم نفكر بالقديم ونفكر بالشبيبه ويمكن نبلش نفكر باللي جاي. ف برافو نهوى، نهوى كمان من الاصوات يلي مرقنا سوا على المسرح واختبرت صوتها، فعلا عندها صوت مميز وله هويه. نهوى بقلك خليكي بنفس النبض وخليكي بكل طموحاتك لانه عندك البوتنشل، واكيد رح تضلك عم تطلعي وتوصلي لمراتب اعلى. برافو انه على طول عندك هذا النشاط، بهنيكي وبقلك مبروك مره ثانيه. بدي اقول لكم يعطيكم العافيه، انتم فعلا فن عن حق وحقيق لانه ما بتغيبوا، وبذات الوقت بتوصلوا لنا صوتنا للناس، وبتشكركم على مجهودكم الدايم وخليكم بهالهمه، الله يوفقكم.